وقال الثلث والثلث كثير، أو قال كبير. وفي هذا دليل على أنه إذا نقص عن الثلث فهو أحسن وأكمل. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وقال أبو بكر رضي الله عنه: أرضى ما أرضاه ما رضيه الله لنفسه، يعني الخمس، فأوصى بالخمس رضي الله عنه. وبهذا نعرف أن عمل الناس اليوم وكونهم يوصون بالثلث خلاف الأولى، وإن كان هو جائزا، لكن الأفضل أن يكون أدنى من الثلث، إما الربع أو الخمس. قال فقهاؤنا رحمهم الله: والأفضل أن يوصي بالخمس لا يزيد عليه، اقتداء بأبي بكر الصديق رضي الله عنه.